يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن في الطواف أم الدعاء، وما هو الدعاء المطلوب؟ كل سواء، يقرأ القرآن أو يدعو أو يسكت، ما هو بلازم. الطواف لا يشترط له الدعاء، إنما هو سنة، إذا فعله فدعا أو قرأ القرآن أو اشتغل بالتسبيح والتهليل والذكر، كل هذا جائز إن شاء الله، وكله مفيد وفيه أجر. نعم.